بمناسبة عيد الأم والمعلم، أقامت جمعية دفا حفل تكريم في صالة الياسين بدمشق حمل عنوان المعلم والأم رمز الحب والعطاء. شهر آذار هو شهر الأعياد، هو يوم المرأة، هو يوم الأم، هو يوم المعلم، فحبينا نحن بهذا الشهر نحتفل بعيد المعلم وعيد الأم مع بعض بصراحة، وحبينا نكرم الأمهات اللي عم يشتغلوا بمجال الرعاية البديلة. نحن كجمعية دفا تعنى بأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، التسول، التشرد، التعنيف، فجبنا أهالي هدول الأطفال الموجودين عنا بالجمعية وحبينا نقدم لهم تكريم بسيط بهي المناسبة، بمناسبة عيد الأم، كما حبينا إنه ندمج معهم فتيات أمهات الرعاية البديلة اللي هن عم يشتغلوا بدور الأيتام، اللي هن ما لهم متزوجين طبعا، فعم يشتغلوا بس على هي الفئه من الاطفال، وبنفس الوقت حبينا ان احنا نكرم المدرسات اللي عم يشتغلوا بمجال التعليم بمناسبه عيد المعلم على الجهود التي عم يبذلوها مع فئه الطلاب بالمدارس، خاصه فئه اطفال فاقدي الرعايه الاسريه. بلد مفتوحه لكل غيور مغترب، والداخل كمان بشجع الداخل الغيورين انه ايد بايدينا. انا شعاري الحين الحمد لله رب العالمين، وشايف فيه يعني ناس كثير من أصدقائي من برا من الداخل، يعني هلأ شيخ هات إيدك بإيدنا، يعني كنا أخوة ومحبة نكون. شعار هو إيد بإيد سوريا أحلى، ومو بس التعليم، إن شاء الله بإذن الله بنرجع نعمر سوريا بياتنا. تضمنت الفعالية عروضا فنية ورقصات غنائية متنوعة، تلاها تكريم عدد من مدراء المدارس وأمهات الرعاية البديلة وأمهات فتيات فاقدي الرعاية الأسرية. نحن عنا بالمدرسة أطفال جمعية دفا، ونحن كإدارة ومعلمين منقدم لهم الرعاية المناسبة ومنعوضهم عن الأشياء اللي فقدوها، يعني نحن منعاملهم كأبناء لنا. واليوم بمناسبة عيد الأم وعيد المعلم بوجه تحية كل عام وجميع الأمهات والمعلمين بألف خير. إحنا كأمهات بديلات من أدوار الرعاية كتعليم كنشاطات بكامل، يعني تعليم حتى تعليم من ومع تعليمهم، يعني مساعدتهم من خلال بس يرجعوا من المدارس كله كامل، يعني إن شاء الله. للحين أنا ما قدمت شيء بالنسبة للشهيد الوطني، يعني بإذن الله راح نقدم نوب قدامنا أكثر وأكثر لأبناء الشهداء، لزوجات الشهداء، لأمهات الشهداء. جاء التكريم تقديرا لرمز العطاء الأمي والمعلم ودورهم الكبير في المجتمع.